أطلق الفنان الشاب وعد ملحم بركات أغنيته الجديدة قومي يلا لتكون رابع عمل بمسيرته وهالأغنية اللي عم تشاهدوها عبر أغاني أغاني إلى قصة خاصة عند وعد يلا وعن أجي وبجروح عم تتسلي وعد كان أثار الجدل بعد طرح الأغنية بسبب وجود كلمة قلي فشو كان الهدف من استخدامها أغنية قومي يلا هلا بلشت نعرض عندكم من كلمات الشاعر صديق هيك جديد هو على الساحه اسمه علي خليفه توزيع المبدع ابو ديناعوم والحين وعد بركة غنيه سريعه مهضومه فيها جراءة يعني كلمه جريئه قلتها وهالكلمه يعني هو اللحن له سنتين عامله انا منه جديد كان استاذ نزار يحبها كثير حتى الوالد كان هيك على اخرها شوي هيك يعني اخر الايام درت هيك رندح اياها مره بس قلت انا لانه الكلمه فيها امي يلا كلمه مستعمله يلا يلا قال لي هي كلمه انه مثل امشي خلص قلت انه تاكد منها انا انه اذا عم بعمل شيء غلط ولا لا خليني اسال استاذ نزار فرانسيس هو من الاخر بيقول لي يا يلا إيه بتذكر بعثت له اياها كنت انا شوي موزع منه مع استاذ بودي قلت له خلي الكلمه ولا بشيله قال لي لا اذا بتشيل الكلمه رح تروح كل الغنيه سألنا وعد عن فيديو انتشر على السوشيال ميديا لبنتين صغار عم بيغنوا الأغنية بحماس كبير تحية لغزل وميا هني بيكونوا أولاد أولاد خالي حبوها كثير للغنية وأنا تفاجأت إنه كيف صور لي يوم فؤاد بيا لغزل وميا أه ومايا لي إياها حبيت أنا الطريقة قد إنه محمسة كيف عم بتقولها وإنه عندها يوتيوب شانل وهالامور فقلت خلص خليني انزلها عندي لان عن جد حبي... حبينا الاولاد وكذا حدا نزلتها ستوري بس انه غزل حبيت نزلها بس لانه عن جد استيعل. بالحديث عن السوشيال ميديا كان لابد ما نسال وعد عن سبب ابتعاده عنا رغم حاجته الكبيره إلى بعمله كفنان صراحه انا اول ما بلشت كنت ما احب الموضوع لانه انا زلمه أه بحب هيك اعطي خصوصيه لحالي اوقات يعني مش كل شيء بس لقيت انه ما في مهرب منه يعني قد ما عم جرب اوكي وعادي لا وبقدر ما فيك خلص مضايقين لك يا كلمه فبوعدك على الهوا هلا انه رح ارجع اصير اقوى ما كنت وعد كان سبق وطرح اربع اغاني اثنين بيتبعوا الستايل الرومانسي واثنين بينتموا للستايل الصيفي والسريع فخبرنا اي الاقرب لقلبه أيبلي إيه اي اقرب لوعد الاثنين صراحه وبعد في ستايل مخبر رح ينزل قريبا كمان عاكس عن الرايق والسريع واللي هو شوي يمكن يكون روك اما في كل الالوان عامل انا صراحه يعني عندي كثير اغاني عامل كل الالوان هيدا اللي عم بقول لك اياه مكالي انه بفضل نزل اللي انا عم بعمله اولا لانه بيشبه عمري وبيفرجي اكثر شخصيتي مين وبتلبق اكثر وعد مثل كثير من الفنانين عنده محبين ومبغضين فسالناه عن رايه باللي بيقولوا انه عم بيستفيد من اسم والده الموسيقار الراحل ملحم بركات هلا اكيد انا لان عرف لا يعرفوا مين وعد يعني ضروري تنقال هالشغله وانا بعدين انا وشطارتي يا بعمل كيان وشخصيتي يا انه بضلني مربوط بالاسم ما بقدر اطلع منه بحياتي بس من بعد ما استشارت كذا حدا حوالي انه يعني يقولوا لك على السوشيال ميديا وعد لازم تحط اهين اسرع بتصير الناس انه تقدر تعرف مين اللي عم يحكي ومع الوقت يا بتضل يا بتنشال بس بالنهايه انه ليش لا قبل وفاته الموسيقار ملحم بركات ابدى رايه بوعد وقال انه بده شغل على نفسه ولازم يجتهد، فهل بيعتقد وعد انه اليوم والده فخور باللي عم يعمله؟ انا بوقتها زعلت بس قال لي هيك هي صراحه انه في كثير ناس كمان زعلوا انه ليش انه ولا لوحده بس انا بشكره كل يوم لبي لان قال لي اياها لانه فعلا ما في انسان بيخلق كامل، كل يوم بدك شغل وكل يوم بدك تشتغل على حالك. اكيد فخور لانه من اول ما بلشت انبهر انه انا عندي هالموهبه التلحين بهالطريقه وقادر فاهم هاللعبه كلها بس كان دائما يقول انتبه طريق صعب وانت نوعك حساس يا بدك تكون قدها يا ياكلوك وعد خبرنا انه مشروع جديد اغاني الراحل الكبير ملحم بركات وارد وبشكل جدي اكيد اكيد في هالمشروع وعالطريق بس انا بلاقي بكير شوي عليهم حتى هيك بعد ارسم شخصيتي وانحط كيان مظبوط لانه هو بحس اخر ليفل بحياتك بالفن بتغني له ايه انه لا قبل ولا بعد يعني بتخلص عنده دائما اذا بدي بلش هلا عبكير بكون انا استبقت عمري واستبقت هالامور وبعطي الوقت كل الوقت حقه يعني أصبر. بس اكيد في تجديد وانا بحفلاتي دائما بغني له وعد خبرنا ايضا عن مصير الاغاني والالحان اللي كان انجزها ابو مجد قبل وفاته موجودين باستديوهات اكيد في اتعاب للاستديوهات بدهم ياخدوها ناطرين ليجي الوقت المناسب مش نحن نقرره انه يقدروا العمل مزبوط ويدعموه مزبوط يعني وينشروه بطريقه ليش ليش اليوم انت بتغنيهم يعني حرام لا مش هيك حرام موجودين بصوت بي انا بدي اغنيهم انه حرام كون عملت شيء ما حدا عمله يعني, بغني. بغني بصوت اكيد اكيد موجود بصوته يعني انه واو موجودين بصوته يعني <applause> قد ما بدك في الحين مش موز... من مغنيه بنعرفها ايه معقول جد بس الموجود بصوته رح تنزل بصوته حرام ومعقول ديو انا وياه <applause> وعد ملحم بركات الاسم لوحده مسؤولية بحد ذاتها كيف اذا كان مع مشروع غناء واعمال فنيه وشهره على امل يقدر يكون على قد المسؤوليه والنجاح يكون حليفه بالوصول للمكان اللي بيطمح له تكيني <applause> لحالي كون مع حالي غني على طول شو